بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
كذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين